عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير من يد ويديد، وصبحكم الله بالخير والنور والسرور مع هالفنان اللي محد شراته محسن. شو اسمه ابوك؟ غني كذاب. محمود ولا غانم؟ لا محمود. توك ما قلت غانم؟ اقول لك بقول غانم يا راجل. انا قلت اقول محمود ومحمد. انا قلت لك ايه بحين سندويش طعميه من فول هي من شو اسم المحل؟ السلطان. ليش جبت من مكان ثاني؟ قافل. ربع يوم العيد. ربع يوم العيد يسوقوا مسكرين. ليش؟ والله لحد ثالث يوم العيد. هو العيد ثلاث ايام بس عم بقول ثالث يوم العيد. يا ربي بيجتلونك الشعب المصري من شذبك هذا. ليش تكذب؟ شو دليلك؟ راوني اللي تقول عنه مثل الدليل، وين الدليل؟ الصورة. راوني اياها. تبعت لك لا راوني اياها، شو تبعت لي؟ يعني السلطان مسكر اليوم؟ أول مرة تصدق. شفت دليل يا رب بحب شو من بقت تتكود من شذبك. زين شو جبت لنا الحين؟ فول فلافل وطعمية. زين انا ابوي البوفيه عندهم من الصبح لين الساعه 11، فانا ابوي اتعايز اسير البوفيه، قوموا تلبسوا وما ادري شو هذا اللي راقد من وقت البارح رادين الساعه عقب صلاه الفجر، ميتين من التعب، مشينا يمكن لك كيلو ويينا وين متاخرين، فلذلك ابوي ما رمت ابوي انش وريولي متعقلات علي من التعب بس، وكل يوم على هالحالة. كل يوم أخلي أبوي أول بادي أتريق عنب، وكان كل يوم أتريق من هالعنب شويونة من بدمونتين، الموز ما سكيته شفته بلاكي غادي، فلذاك ما سكيته وبس. فحين يا حب محسن قبل دقيقتين وقلت له رد ويجيب لي فلافل، يعيبني محل ورا الفور سيزن شي محل فلافل تي بلدي ويعيبني، كله ياكلون من العمال مال الشركات واليبنون والنواطير، لكن لذيذ اخير عن من مليون مطعم هذا السلطان، مطعم عادي ما سربجي، لكن انا عيبني اخلي حط لي حبه فلافل وحده وفول وبيضه مفيوحه يحطها مع بعض ويحط عليه مليحه وفلفل خضر من الاطوال تي مقلاي وكمون بس في كل سندويشة، في كل سندويش يحط فلافل وفول وفلافل وفول وبيضة مطبوخة. هي في كل نور صباح النور. يا سلام. بربر ازيك يا علي؟ قول يا ابو محمد منور. الله بربر ايه؟ بربر ايه؟ بربر انت بتقول ايه؟ بربل. بربل بربل صباح الخير. ايه رايك؟ أمر ولو الشراب نظيف النهارده ومش مقطوع. أي سلام. يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله. ازيك حبيبي؟ أنا كويس. نمت كويس؟ أوي. ورجليك؟ متورمين من كتر المشي. ده رجليك سليمة ما شاء الله. عامل إيه؟ الحمد لله. طب محسن فين؟ ما أنت مش كلمك في التليفون؟ قلت له ما تجيش. وعملت له بلوك؟ عملت له بلوك. وشديت السفول عليه؟ بالظبط. طب عايز بيكلمني دلوقتي قلت له أنا قلت لك ما تتكلمش معاه. تعالى مالكش دعوة تعالى وخلاص. إلا ما أنا كلمته قلت له أنت متخلف. انت بتكلمه ليه؟ تعالى وانا هاخد اخو نطلع على طول وخلاص. وبعدين بس كرامته بقى تبقى حالي بكرامه. ايوه بقى له كرامه ثلاثه بعيد احسن. ايه رايك؟ مين؟ يا راجل عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ ليه يا ابني بتعمل كده؟ تعالى اقعد تاني. ايه الاخبار؟ تمام. حد تاني ولا لا؟ ابن خرج ايه؟ خرج النقب. ترتر خرج النقب ده اسمه ولا ايه؟ في ناس كانوا العوالي زمان اسمه ايه؟ ثانية ترتر. جمالات خرج النقب. يا سلام. ما اصل ما اعرفهمش دول ولا ليه علاقة بيهم. وخالتك مين؟ علي الجداوي. لا بجد اسمهم ايه العوالم؟ العوالم ما لا 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 انت تقول لي انا لا لا بجد محسن محسن دلوقتي العوالم بالاول اسميهم زي ايه؟ مثلا بامبا كشر. زين ده ما
ثانيه ترتر ايه تاني جمالات مش عارف خارج النجف جمالات كفته جمالات كفته بس دي كانت مطربه والله يعني كده زي القبيل بس انا ما كانش ليه اسماء زمان انا زي ما انا راقصه زي ما انا عليك الدواء احنا تحيدونا البحر كنا في المطعم هذا مال تبوله اللي قلت لكم هي نص اللبس شوف ابوي على فكره الاكل وين ما بتصير هنمون نفس الماتيريال الاكل الزين بتلقطونه ابوي في بلادكم وهني اكلهم زين على قدهم يعني ما بتروم انت تحط اللي في البلدان كلها موجود يعني اكلهم زين عادي يعني يمزر البطن هذه مصر هذا حمدون وهذا هذه خلاجينا لا تدور الكواليتي اللي موجود في بلادك عندهم هم حتى هم يوم بيسينوا بلادك ما يوزلهم اكلنا يعني ما ايه المكبوس ده لا 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 الكبسه حلو امال ايه لا في حاجات كده اكل حتى الطبيخ بتاعك ليه طعم غير بتاعنا اكيد احنا بتاعنا منيل يعني حلو لا الدهن بتاعكم غير الدهن بتاعنا السمنه والحاجات بتاعتكم غير ايه احنا عندنا زيوت اللي هي الزيوت بتاعت السيارات لا بجد علي كنا البحياسين بما يرضي الله ورقم واحد حد يجري من قبل ليه اللي قرأ اللي خلاه يجري انا كنت بتكلم في التليفون مع زميلتي بتسالني على بنتها كده في موضوع وبعدين انت قلت لي ايه الحق ده محسن مشي قلت لك مش رايح فين انا افتكرت رايح الحمام هو بيحب ساعات يخش يقعد جوه المهم انا مشي وانا طبعا رجلي بتوجعني جريت وراه يا ابني رجلي يا ابني استنى يا ابني في ايه قال لي لا اصل ايه قال لي زعقلي قدام الناس وانا عندي ايه كرامه لا ما إيه. عندي كرامه كرامه لا ما هو انت معناه ان انت كرامتك نحيت عليك لا انا مش انا بتكلم يعني بدل ما اضرب انا عندي كيامه ضربته بالضربه حيشتوينا حيشتوينا بعدين بس قلت له طيب يا اهدى شويه وطيب قال لي همشي انا قلت له طب ايه وقعدت تعالى في الشارع وضربت لا فوجئت لقيته قدامك فوجئت صدمه يا جدعان يبقى والكرامه الكرامه وقعت منه زي عنزك فكرني بالجيش لما نخش الجيش يقول لك كرامتك حطها في بيتك وانت جاي هنا مفيش كرامه ايوه وهنا يعني اقول لك ابوك وامك اللي جابوك مش عارف ايه ما اعمل نفسك الكلام مش ليك ايوه وعدي يعني ويا ريتنا قلنا له حاجه امبارح استنى انت دخلت الجيش اوه هربان وعليه قضيه هروب من التجنيد ما خلصت يا حبيبي يعني انا كنت دخلت انت كدبت لو كان دخل الجيش كان يعرف يطول دخلت قعدت 4 شهور جوه قعدت 4 شهور في السجن فوق في السجن لا لا منهم يومين في الجيش واربع شهور في السجن لا ثلاثه في السجن اشكال الويسكا اللي معاه بس يا سيدي ما اعرفش بقى قضيت كرامتك فين؟ شلتها الدولاب جوه عندكم دولاب كام؟ امبارح هو كان واخد لنا الفطار ب 100 جنيه صح؟ ايوه في وسط الزعل بقى بيقول لي وعلى فكره على فكوه على فكيه على فكوه انا ليه عنده 100 جنيه مش عاوزها خليها له مش عايزها انا ما بشش عليك لا ما بشش عليه قلت له خليها له مش عارف اكذب انا كمان بقول لك وكمان في مره شاطر يا ابن الناس في السجن مده كبيره فلوسك اول مره انساها فلوسك هلا انت جنبه 20 جنيه هات 100 طيب ولا جنيه ولا بيز انت من البحر قلت ابوي ما باهن فاش ما يكملوش 100 جنيه امبارح جاب فطار ب 27 جنيه ده فين ده ان شاء الله 27 جنيه اي كده يغلط دوست على الجرح انا دلوقتي ايه تتذكر؟ البارح الرساله اللي جتني قالت انت نسيت انك كلت مربى الورد في امريكا انا ما اقول لا انا اعرف ان في مربى ورد ومتاكد اني في مربى ورد ابغي اتذكر وين كلت اخر مره ما برايم اتذكر يعني ذكروني في السناب اني انا كنت ماكل هنا في امريكا ناكلها هنا في امبابا انزين تاكلها في امبابا ما شيء مشكله لكن نوعيه الخدمه يعني تختلف طبعا. من بيت الى اخر اللي انا ضايقت منه انك انت تقول والله انا مامتي بتقطف الورد من الجنينه وبتعمل لنا مربة الورد ايوه والله الحمد لله اني رحت شفت امك ساكنه فين ايوه مش جنبينا جنينه بتاعت الراجل الحاج الكبير ده نخش عنده نقعد شويه ناخد الورد ونمشي ليه الكذب يا علي؟ ليه بتكذب؟ مش غلط تقول امك بتعمل بتنجان مش عيب كل هي
يعني امي بتجيب البتنجان منين؟ ما تشتري من السوق. الغلط انك انت تقول ان حرمه خايف من الله مصلي مسمير جالسه في بيتها. ايوه تيجي تكتب باسمها وتقول مامتي تشيلها ذنوب. تشيلها ذنوب ليش؟ طيبه دي عشان ورده. عشان ورده عشان يعني تتفشخر قدام الناس. يعني مامتي بتاع بلاي ب 64 حته الماس تخيل. دي تستاهل الماس اهي الماس. انما دي ورده وديها ده. وليه ليه يعني تجي تحمل امك ذنب؟ انا عارف ناس وحشه. علي علي ده اللي خلاني استغرب. فالناس دلوقتي فاكره ان انا مش عارف انه حكايه مربى الورد. عارف ان انا عارف انه وشد ماكلنا. انا ما احب اصلا مربى. من ولا منين؟ انا اللي مستغرب منه انك تقول لي مامتي بتعمل مربى ورد. ايوه بنجيب لها الورد نسرق الورد من قصدي بنجيب الورد من الجنينه. جنينه مين؟ ما انا رحت عندكم الحاره. ما مش بتاعتنا. وما فيش جناين جنبكم يا علي. يا ماما يا بابا الجنينه بتاعت زمان. ايه امتى؟ مش امبابه. اه لا بس وقت... كانت مليانه فيلل وسور وسرايات. وانتوا عندكم سرايات؟ كان بيت صغير كده جنب السرايا. كنا بنعيش في سرايا واحنا جنب السرايا. ايه بتقول ايه؟ امك كانت بتعمل مربى الكرنب بتنجان مسؤول. هذا الله يحفظكم. جاي لنا مسج توصيه على محسن من ام ثانيه اللي حصلها. ابو محمد ايش حالك؟ اجديت في الرياض قال لحيت ما وراها فلوس حط عليها الموس. نعم اسميك اجديت فيه. عاد عقب مصير انا منو بيحلق لحيته انشبت. ما تحمليش هم يا حاجه احنا موجودين. طلع عاد يهز الماكينه عندك كل يوم بت هذا كله اسبوع حلقها لنا. ما عنده فلوس يحلقها كل يوم كل يوم. حاضر يا حاج عناية حاضر. حتى طيار مكينة هاي بطل يوم قل لي يوم بتشب حلقها. لأن اللحية قل لي ما وراها فلوس حط عليها الموس. حط عليها الموس. أيوة كالدري أكمل هذه العبارة. اسمي كأنك ما قصرت. بيض الله ويهك فيه جميعا إن شاء الله. خلى استاهل مسوي اللحية. لا هو بلحية ولا هو ب... شو لا هو بليفة ولا هو بلحية ولا هو ب... إما شو احنا سوي لي شمشومة. ايه اللي شمشومة دي؟ الحين بيتغير هذا الحين على الحرمة. كان عنده حرمة بيخليها الحرمة الحين. خلي بعد شوي نقول قصة الحرمة. يعني كم مرة قال لي بيعرس ذكرني. شوه في عمره الأول حتى يوم نشوفه يمشي وياه يقول بسم الله. ايش حقا يمشي وياه ومحمد شي وياه. الحين اعتدل وجهه زي قال من رابع قال من رابع العدلي عد البنيلة ان شاء الله. ايه واحد رابع واحد عدلي يتعدل. يا مرحبا يا مرحبا محمد الله يحفظك ان شاء الله يجيبك بالسلامة. ما حول عدال يوم ثاني. هذا ما حول عدال عيست وانا عدل فيه من كم من سنة كم من سنة كم سنة حينه؟ 60 سنة. تكلم عدل 15 سنة. 15 سنة ما اعتدل الحين بيعتدل علي. أيوه. مش كل سنة يقول حد قوز؟ ما بيتجوز. أنا ما بيعشليش حد أبدا. هو بيخطب 3 مرات في السنة وبيتجوز ويطلق مرتين. يعني هاي قصة وياه؟ آه أنا اتجوزت أنا هتجوز أنا اتجوزت أنا هتجوز. لا ويبعت لي الصور. إيه رأيك في العروسة؟ بيبعت لك صور ولا لأ؟ يبعت لي صور ما أدري وين يلاقي. طلح ولا لأ؟ بس أبوي كل على أساس إنه عر. والشقة فاكر لما صور الشقة؟ هي والله انا بدهن الشقه. بدهن الشقه. انا بيضت الشقه. بيضت الشقه اليوم على هالحاله. ايش تد هاك اليوم اتصل بي ماما ماتت ثاني. لا ليش ماما ماتت؟ لا علي علي عد السالفه لما خبرني عن امه. هي بس هو راجل اتزنق في فلوس فراح اتصل عليك وقال لك يا خالد انا امي ميته بقالي 3 ايام وعايزين نجيب الكفن. ركنها على جنب في الثلاجه. قلت له امك ميته بقى 3 ايام والكفن فازاي ومش ازاي. المهم رحت شتمته وخلاص. بعديها باسبوع امه اتصلت بيك قالت لك مش محسن رجليك كسرت. يا قصر يا رجلي محسن انا كسر العبد. انت لسه عايشه؟ مشكله عيله ما يعلمش بها الا ربنا. ولسه يا منشوك. ايه نكتب الليل بقى. يعني درسك كويس. اه تحب كرامتك مش ناقه عليك. لا يعني لو شتمناك ولا ضربناك مش مشكله. المهم يا محسن مش كويس.
وبلاش اختراعات. طيب فين بقى تجيب الورد؟ ايه لازمه الورد هناك؟ بتجيب واحده في النص امشي على سيدي. نقعد في الجنينه. هنا هنا خلي بالك. ايوه ايوه اللي شافته في السناب وهي ادو كله علشان اعمل لكم المربى. الله تاخده معاك وانت ماشي. ايه المنظر؟ المنظر يجنن يجنن يجنن. جنينه الحيوانات. وليه شلت الكارت من الورد؟ عشان لا عشان تعرفي ايه؟ عشان فكره ان هلاقي نمر التليفون او يلقط يلقط حد عنوان ولا حاجه. بقشيش باللي كان بتاع الورد نفسه ياخده مثلا للراجل اللي جاب له. انا يعني عشان كده انا بكون تكير قوي معاه. حذر حذر باي طريقه. هي الفصيله دي انت تعرف مره من المرات علي هقول لك ليك وللجماعه. رحت معزوم في العمده. ايوه فاكر انا. كافيه العمده. كافيه العمده ناس من ليبيا ما شاء الله. هي ياسين وياهم نحن. وقبل ما نطلع كتب رقم تليفونه ورماه في الكيس. هم اللي طلبوه. جذاب. جذاب. وشك عشان كرامتك بتيجي في وشي. لا وانت ليه حطيت نمرة دي اللي بيعملوها مع بيعكسوا الستات ولا عكسوا البنات يرموا رقم تليفون. انت ايه هم اللي طلبوا الرقم. اقول لهم لا رقاصه مثلا عايزين. شو كان يبغي علي؟ يبغي ينصب عليهم او يتوقع انهم من النوع اللي ينقص عليهم. انا عشان كده وقت ما اطلعك اقول للعرب اللي وياي ترى هذا انا وديه اسبب واتقي اخليكم الناس تتقون شره. يعرفوا العينات اللي موجوده في مصر. لا. لا 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 مصر كل زيها زي اي بلد زي اي بلد فيها الخير والشر. علي طلب من الناس يبون يعرفون انا عرفت محسن ازاي. عندك الحكايه صح؟ لا زهايمر انت ها عندك القصص. ايوه هي قصه محزنه شويه. يا ريت بسرعه عشان قصه محزنه شويه. زين. انت كنت في اسكندريه. زين. عند شيراتون شيراتون المنتزه. المنتزه. فانت كنت لوحدك اياميها بتنزل لوحدك يعني ما كنتش لسه تعرفني ولا تعرف محسن. فانت ماشي لقيته واحد قبل كم سنه هذا؟ من 15 سنه. بالضبط. المهم قال له قال لك لو سمحت مش محتاج. لا 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 لا, لا. يعني تين اسبوعه كلهن هذا اسود هذا اللي فوق الظهور هذا اللي هني الاسود هذا يسمونه قلق ما يسمونه أشف. ما ادري ايش يسمونه اسمه ايه طيب حلط حلط انت اللي عارف انت اللي عارف احنا مش عارفين الحاجات دي. فما وعيته السلام عليكم. قلت عليكم السلام. معك الكابتن محسن. كابتن محسن. صديت على وراي اخرت شويه طالعت لان الوجه مو بوجه كابتن ولا جسم كابتن ولا جسم كابتن ولا شيء. قلت له تفضل عاوز ايه؟ شو يعني كابتن؟ قال انا كابتن مساج. علاج طبيعي. علاج طبيعي كابتن مساج. قلت له بعدين. اقول له وكم تاخذ على جلسه 200 دولار في الساعه. 200 دولار في الساعه. كان دولار رخيص ساعتها عامل لك ايه؟ انزين 200 جنيه 200 دولار في الساعه. فانت قلت له قلت له سيبك بالموضوع ده بقى خلك شويه. خلاص اسكت الحين بكمل. أيوة الرساله. قلت له استنى شويه. الدكان انا نازل من الفندق يجيب لي ازازه ميه بنص جنيه ولما اطلع الفندق ادي لك هذا الفلوس. قال لي والله ما معيش فلوس. ما معيش فرق. قلت لي ما معيش ما عنديش فلوس اخذ لك ميه دلوقتي. قلت له لما انت تكون ما معكش فلوس ومدرب تاخذ على الجلسه 200 دولار ما عندك فلوس حق تاخذ قرشه ماي شو هالخريط؟ لكن انت عاوز تبقى معاي انا قاعد في اسكندريه 10 ايام خلك تصير وتي معاي وديك 100 جنيه في اليوم. لا 50 تمام. ايه الوقت وافق من 200 دولار في الساعه الى 50 جنيه في اليوم ولو 50 قرش برضه كان وافق. فتمت المعرفة من 15 سنة ونعم المعرفة. اي وهذا حين محسن من هاك الآن إلى هالآن معاي. هذه قصة محسن المعرفة. هذه علي ودي الحلقة الأولى من كيفية معرفة محسن. الحلقة القادمة نعرف المساوي بقى والمواقف والطرائف اللي يا ربي عاد المآسي والله يا الله. طب والمآسي بتاع الدم ما قلتلوش ليه؟ لا هذا كله هو بكبر مأساة. أنا مأساة كبيرة. هو كفاية كده. هذا مأساة. أنا ما بضرش حد الحمد لله. هي. أنا بضر نفسي.
هذا مأساه مأساه وقت النوم بس هي وقت النوم بس كلها حفت هي والله صدق تايلاند كلها ومن تايلاند هي شخير الطبيعي اللي هو الرقيق ده النخير ويتكلم وينشي ويمشي ويتمسح وينشي ويصلي ويرد بعمل شو وانا نايم ويرد يرقد يتمسح ويرقد ويرد يصلي ويصلي ركعتين ويناقص ايوه قلب النوم ركعتين لقلب النوم استغفر الله انت ما تعالجت عن الموضوع هذا كثير قالوا لك ايه دكاتره اكتئاب اكتئاب ولي علاج ولا ايه زي يعني بتبدا الاول بتاخد كورس مهدئات كده وبعد كده ما بتبدا تروح الحاله يقول لك اذا تعبت خد ما تعبتش قوم نايم كويس عشان كده نكون نايمين في الليل وتقوم محسن يقوم واقف ويفضل يتنطط مخنوق ها حموت هتخنق بيجي لي حالات هلع هلع فوبيا هي والله في الطياره عملنا لنا مشكله مره في الطياره في الطياره عايز اسوق انا كان نفسي اسوق الطياره يبنى على مهدئات حسام لا والله بنادول بنت بتشذبك وما له داش غير ما مش مصرح بالطياره تاخد اي حاجه غير البنادول يا رب الحين كل حد عرف كحين انك ما بيمنعونك حتى تدخل الطياره حين سندوتشين لحمه وكنت اهدى على الطياره اللي خليك تشخر علي هناك علي هناك شخير ده لما كنت في تايلاند يا خالد يا ابو محمد يا حبيبي من الساعه 2 الظهر ل 3 بالليل ماشي جسمك ما يتهدش وامبارح امبارح انا ما قدرتش بالدنيا البيت عندي هم اللي يقولوا لك بقى انا رجلي فضلت تنق عليا لحد 6 الصبح عشان انام اي والله والله انا يوم هنا وألم ركب وألم انا بعد البحر تعبت شويه من ماشي لا امبارح قلت لك خلاص مش هقدر اعدي الشارع خد الكيسه بتاعتك وخلاص الحمد لله والله هو اللي نجا هذا 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 فلت النهارده هتقعد انت او انا هتخانق وامشي كده شفت الراجل عشان النايو قاعد من نظام من هلا يلا يو هبه 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 هي هبه يلا اوه ماي جاد هلو هبه يا ساكالد يا سي اول هاي اوكي واتس يور نيم عمال كنايا زين اما Adwarka. Is that? Yes. Dwarka wa Hanaya. Say hello for you. And they was very happy when they see you. Shukran ya tant Hiba. كل البنات مبسوطين منك. شكرا جزيلا. والله حاضر سؤال وضح. لك الدور بتصيرين حتى انا رحت ليوه بس ما شفت حتى. شوفي ارواعي حتى لازم بتصيرين هذ لازم تتبرقعين. ما قال لي مهندس. شنو؟ الله يمتو يا رك الله يا رك الله يمتو بسم الله عليك الرحمن الرحيم يا سلام سلم يا ارض تهد يلا 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 متو برار بالله تمتو مفتلت ما ادري عن ثار الليل قد هنمونه الحين البارحه بخير زوق تعال يا فدا لا خلينا منك الحين هذا بسار لو تشوف محمد شوف كيف صافي ترمس هاي ها خالد شوف كيف هذه عشايه خلك انت في مصر هناك وكل جمبري كبابجي اقول لكم البارحه ما كملت كملت انا السالفه وايدين فهموها يا غير قلت في خاطري بترجم لكم شو الكلام معناته او ببسطه شوفوا الملاس هذا بقايا قصب السكر اللي هو الحطب هذا في مصر شي يسووه يخطفون على المعاصر مال قصب السكر ويشلون الحطب عنها هذا اللي هو الألياف يودون للتصنيع ويقطعون صغار صغار ويخلطونه ويا العلف فيستوي نسبة السكر فيه عالي مع العلف مالهم فينخلط فيه نسبة الملاس الملاس سكريات السكريات ها من اللي يحتاي لها تحتاي لها الدباش وقت الحمل ومتى وقت الحمل بالضبط من بعد الشهر الثالث الهوش يحتاين للسكر بالأخص اللي تاومن أو يكون جنين يكون الحمال شوي كبير يكون الجنين فيتغذى على السكر اللي في جسم الدابشة
فالدابشة تفقد فجأة تلقط العوق، هاي يسمونه تسمم حمل، تلقط الدابشة ما شاء الله عليها تمشي مرحرحة رقم واحد، محدر وعندك ودونك وكل دقيقة تربض في مكان وما شيء خير عنها، فجأة انجلبت دلعت رقبتها وماتت. شو السبب؟ الناس اللي ما غير يقولون هاي التعيل، ولا هاي ايتنها سياقة، ولا هاي ما تعيش، ولا هاي ابو يوم دبشنا من حد يحذر عليهن نفدن. والعوق شو؟ العوق نقص السكر عندهم. في مصر بالذات ما كد استوى عندهم العوق، يوم سووا دراسة لقطوا الفرق بين مصر وبين أي دولة في الدنيا العودة الملاس اللي هو هذا بقايا قصب السكر. فمن يأكل الجنين في بطن الدابش يتغذى على السكر ينقص نسبة السكر في جسم الدابشة، تنجلب فقدانات رقبتها وماتت. شو علاجه؟ علاج اللي يحفظكم نحن نعطي سح الدبش، لكن طريقة عادية اللي هو قفة أو أقل عن قفة يطلع بديد حق كل دابشة. الحين الدروس اللهم لك الحمد كل درس وكل ضرب فيه ما يقارب 300 و400 راس. شو يحطون السح؟ يحطون لهن قوت عن ليموت، ربع يونية حق 300 راس 400 راس ما يستوي، أو يونية ويونيتين. لازم قياس كل دابشة معروف من السح كم، وبالأخص في الشهور الأخيرة للحمل لازم يزود المريس السح. في مصر يعطون ملاس، في الإمارات ودول الخليج ما عندنا نحن قصب السكر، في يعطون الشو؟ يعطون السح اللي هو التمر المريس، يعطون مريس ولا ينثرونهن سح سيل حولي ولا ميموع من تحت الدبة من تحت النخل اللي هو عادة، المهم انه سح. فلازم وقت قبل الولادة ما يقارب بشهر شهرين لازم تتكثف كمية السكريات للدبش وقت العشر الشهرين الأخرانيات، لأن الدابشة غذاء جنينها الرئيسي على السكر اللي داخل الجسم. فتلقط الدبش إن شاء الله من يصير ويتغذى أبوي على السحوح اللي فيها خير، ينزل الجنين بخير وسهال ولا يشكو من أي باس. فهذه وصيتي لكم، أنكم أنتوا اللي عندكم حلال ضروري تكثرون السح في آخر شهر، آخر شهر أو شهرين، في آخر شهر شهرين الدبش يحتاين نسبة سكريات في جسمهن. فأحسن وقت ينعطن الدبش السح في الشهر الثالث والرابع. يلا رأيكم عاد الحين لازم نخلص ونتلبس ونخلص وننزل تحت اللوبي وبنرمس عاد وياكم من اللوبي ونحن سايرين للغداء. خبركم اليوم نحن وين معزومين على الغداء في بيت جماعة، من أوصل بخبركم وين. صباح الخير حق علي. صباح النور حق أبو محمد. يا سلام. نعم. مين الرجل الأمور اللي معك ده؟ اللي جنبي؟ من الأربي الأشكال دي مجيبوها منك. مكان مبارح مش أمور، النهاردة إزاي بقى؟ بعد التعديل. الناس كلها استغربت، بتستغرب بتقول مين ده؟ مين الفنان؟ الفنان ده راغب علامة، مين ده؟ انا اسماعيل ياسين. الله توموجي. لا ما شاء الله عليكم علي. الله يخليك. الله يديم العافية. ماشي مع ابو محمد 24. انت امر. الله يخليك. امر بالستر. ان شاء الله. ايوه. عايز رقم هنا؟ نمرة هنا؟ صورة من الجنب كده. منور يا حق علي، منور منور. انت فين يا ابني علي؟ ايه انت فين؟ انا في العربيه. امر زي الامر في البق، افضل عامل كده. امر عشان معاك يا الله يسلمكم. سارين الحين وين سرتنا؟ سارين الله يحفظكم. تغدى العنوان البحر العظام. شوف الاسم مقبرة البحر العظام، شارع اسمه شارع البحر العظام على الكرنيش. مكان جميل وفنان، وانتقاء السكن هذا واحد وايد فنان، يدل على
الناس اللي ماخذين المكان هذا فنانين. يا رك الله يا محسن. والله ولا يعرف ما ينضرب هو يصرف شيء. هو ما تعرف يا علي علي انا اي ما فيش موبايلات طبعا ومالي. وقرنت الحيوانات وقرنت الحيوانات من مليون سنة. هاي يبغى اللي تحيدونها قرنت الحيوانات في الأفلام واللي ما أدري أيام شادي وعبد الحليم وما أدري منو. قال هو المعاد فين قرنت الحيوانات والمعاد فين قرنت الحيوانات. وهذه قرنت الحيوانات اللي تحيدونها. أول قرنت حيوانات في الدنيا العودة. شو حليلهم جايين يعيدون وين حديقة الحيوانات. هاي يعني من طقوس العيد عندهم التمشية. طقوس التمشية عندهم في الأماكن فيها خضرة لأن يظهرون من مناطق مزدحمة سكانيا فيون الأماكن. وهذا الفور سيزن يسمون فور سيزن الجيزة. فنان وغاوي لكن أنا ما يعيبني تحت هذا كل مول. لكن أنا ما يعيبني لأن مب على النيل مباشرة يشاهد حديقة الحيوانات وأنا ما في يشاهد الحيوانات. أسكنت كفاية اللي معايا الحيوانات. ايه علي كفايه الحيوانات اللي معايا. لا 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 يا ركم الله. لا علي يعني الغزال مش حيوانات بمعنى حيوانات يعني مع الغزال حيوان بس هو جميل اللي هو انت. النعامه جميل. يا سلام. الطاووس اجمل. القرد اللي هو مين اللي هو هذه. بارك الله فيكم. الشقه اللي نحن جايين نسير عليها هاي شقه تحرى عمرك تحلم. هذا صالون أول بادي أول ما تدخل ويجيك على هالمقسم. وهذا الله يعزكم مغسل مغاسل حمامات. وهذا أول ما تدخل شقة في منتهى الروعة. وهلها عازميني العام عازميني العام وقلت لهم بي وشي استوى ظرف عندي وخلاني ما رمعي ظرف وايد طار وخلاني ما رمعي. فقلت لهم ان شاء الله اني بييكم غير هالليلة. فييت اليوم فيوم ييت حين مصر فيوم ييت الله يحفظكم هل الشقة كانوا محد في أبوظبي. فقالوا ما يستوي انت في مصر وما تصير تاكل الكويبة عندنا. قلت تاكل الكويبة يوم انتم موجودين. قالوا لا نحن موجودين ولا ما بموجودين انت راعي المكان غيروا بدلوا انا العنب وسائر حوط ببطني. قالوا لازم لا بد ولا عذر من هالموضوع. واشهد انهم عذروا علي وخلوني اي وحين هذا المكان. خف خف من على شوي شوي خف على الناس علي خفيف 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 ما تتقلش عن الناس حبة حبة شوي 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 يا الله يا الأدب يا الأدب يا الأدب الله الله يا الأدب. من حضرك؟ أنا اسمي صلاح المصري. هي وانت مسؤول هني عن حزبياً عن صديق صديق ومسؤول. لو ما كنت صديق ما حطوك مسؤول. هي لأن منو ما تقدر تخلي صديق إلا الإنسان الأمين الطيب اللي مثلك شروار يعني الله. لا والله هذا أقل شيء ينقال عنكم. أنتم ناس طيبين والله يبارك فيكم يطرح فيكم البركة. قلبي مليء بحب لكل الإماراتية. جزاك الله خير. ونحن في الإمارات نعشق كل شيء مصري. نحن أشعر أنه أخوة لي. جزاك الله خير. لما سهرت هناك وسافرت نعم شعرت ان انا في بلدي. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. ناس ان انا كنت عند ناس مرمك. هي نعم هي نعم. جزاك الله ما عليكم. انتم ناس طيبين وجيدين وخيرين وما حد شراتكم. الله يخليك يا مدام. هاي الحرمه حرمك ان شاء الله. عايز واحده ثانيه. طارق سلام عليك. نحن نحبكم ونعشقكم ونعشق بلادكم. الله يرحم والديك ويخليكم يرحم إن شاء الله من رباكم. أنتم طيبين ونحن نكن لكم كل احترام وتقدير. منكم المدرس منكم المهندس منكم الطبيب منكم اللي
ربى وكبر عندنا في الإمارات، فلذلك فلذلك نكن لكم كل احترام. جزاكم الله كل خير. كمان وقعت الباور بانك يا ربي. طارق تفتحي لنا نشوف النيك. انا كمان مع حضرتك. ماشي تفضل. زيد فضلك كم طارق؟ تفضل. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شيء احلى من شيء منظر، ما في شيء احلى من شيء منظر في الدنيا العود كلها. يا ربي يا راعية الشقة محيا فادها قفادها حي، ما أخذ أبوي هالمنظر اللي ياخذ العقل غير نمونه. يوم أقولكم الاختيار الموقع والمنظر يدل على شخصية الإنسان، شخصية الإنسان في فراشة في علمه في خبره يدل على الانتقاء الجيد. ومتى عادة تقطوها ما أخذ الشقة هاي، ما أخذ أبوي يوم صبي غافل يوم صبي راقد مبخور. شوف المكان ما زين. ليش ايش اسمه البحر الأعظم الشارع هذا؟ شو السبب؟ هذه تسمية من أيام الفراعنة. ليش؟ البحر الأعظم لأنه ده أكبر منطقة فيها مساحة البحر. أيوة كعرض يعني. أيوة. الناحية الثانية وجدوا فيها سيدنا موسى، كان فرعون ساكن في جزيرة. فرعون كان ساكن في نفس المكان؟ في جزيرة الروضة، جزيرة مكان في الأرض. كان يقول للناس ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. الله. هذا يصف مصر بكل هذا الحب. سبحان الله. لأنه كافر. لكنه شكر في هذه البلدة. هي نعم. سبحان الله. سبحان الله. وهي والله صدق اللي مسوين، لان البحر النهر مني اعرض مكان بيكون. اعرض مكان هو. ايوه البحر الاعظم. حية تفاد رايتها الشقة. انا روم ابوي، لا انا ولا غيري ولا يداني يرومون ابوي على بصاير ما شاء الله عليها. مظهر متفطنة وتعرف من مليون سنة ماخذها الشقة، وتعرف ان مكانها اهم الاماكن، لانه المنظر شفتوا وين نحن ساكنين؟ نحن ساكنين وين؟ ذيك بنايتنا، شوفوا ما بنايتنا يعني وين نحن ساكنين يعني؟ وين هذا؟ فندقنا. فشو يطلع عليه؟ يطلع على النيل، لكن الطريقة المكان يكون أقب وهني أعرض. البحر هني أعرض عندهم النيل، فأكيد هني أحلى مليون مرة، خاصة الجزيرة هاي بشوفوا. وهي جزيرة الذهب. هاي جزيرة الذهب. لها ممر ولا ما لها ممر؟ لا لها بريدج. هي انت مش قلت عاوز تاكل؟ اللي حيشرب المانجا حياكل ازاي؟ مطارق ست مطارق كله من كل حاجة واشربه من كل حاجة. وانا عزيزة ست مطارق عمر هذه حين الياس من متى ام طارق؟ هاي الياس ليها كم القعده دي؟ بقالها 10 سنين ولا لا؟ لا في منتهى الروعه الياس هذه. لسه ما شفتوا ريحه الحاجات على الترابيزه. لا تحطين بقيه الحاجات ولا شياته، نحن ابوي جايين نسلم عليكم ونطالع مكانكم. نفتح الستره، انت عايز الستره مقفوله، نفتح بقى. مشكورة يا مطارق، مشكورة يا الله يحفظك يا ربي. يا سعد حظ راعية المكان بمعرفتك انت، ويا سعد حظكم انتو. احنا حظنا اللي حلو ان احنا عرفناه. هي والله حرمة عن 1600 حرمة، ما واحدة زيها خالص. يا الله يحفظها ان شاء الله، ربنا يحفظها يا رب. امين يا رب العالمين. وهذا بعد ابوي ليفينج على قولته، ابوي وايج على نفس الممر. هاي يسموها جزيرة الذهب هذه. يا أم طارق أروح فين دلوقتي؟ شوف أنت الكونسول هذا ما زين. وين مدام؟ يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام. هاي من وحدة من الماستر رومز.
لا واحدة من من الماستر اوكي لكن من الماستر رومز يعني بارك الله فيكم غرفة ثانية بعد أنا أرميكم الشقق اللي في مصر الشقق يقولون والله عندنا شقق في مصر شقق بتغد من أروع ما ما يكون إذا أنت إنسان فنان وزقرتي وراقي وعندك شيء زود تروم تسوي الفرش اللي تباه وتروم تعدل اللي تباه على حسب شخصيتك أنت يا الإنسان أي مكان تكون شخصيتك تنطبع في سكنك في كل مكان يا ربي مطلب منك يا ربي ما هو حالي ايوه ايوه كل الابوي شاورات يعني باني وابو باني وادرو ما حد ابوي باني وابو باني مشكوره يا ام طارق كم غرفه هي الشقه ام طارق بعد شيء بعد هناك قولي لي تبارك الرحمن ايوه غرفة ثانية بعد ماستر وهذاك حمامها الحمامات أكيد متقاربة صح؟ آه. إيه ما بدي سفجت الحمامات كلها. الماستر. هذه الماستر روم عادة الرئيسية. وهذا الله يسكن حمامها وهذا مكانها. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام تبارك الرحمن. هذا العرش من وين الحين ميوب؟ كل من مصر ولا؟ آه. كل من مصر ها؟ هذا يوم يقولوا عن الدمياطي والدمياطي؟ لا 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 دمياطي. أمال إيه؟ لا 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 عندنا حد هنا متخصص اسمه الدوقي. بلوكي؟ الدوقي. الدوقي. أدعم الدمياطي بقى. لا دمياطي ده أي كان زمان. قبل ما يطلع الدوقي. لا الدوقي ده حاجة جامدة يعني. إيه إيه. يعني مش أي حد بيشتري من عنده. أيوه. يبارك لهم في هالسكن الغاوي وهال هالبيت الفنان اللي ماشي شراته ويسعدهم مشكوره يا ام طارق مشكوره مشكوره تعبناك سامحينا سامحينا يا ام طارق اقدر اصور المطبخ اه بس والاكل محطوط كده اي ما علي من بعيد لبعيد في خاطري بسم الله الرحمن الرحيم هذا مطبخ دي اوضه الغسيل هذا مطبخ مبارك الله فيك السلام عليكم هذا ابو المطبخ هاي اوضه غسيل اوكي خلاص هنا اوضه البنات بعد شيء غرف هناك اه شو مالها هاك الغرف والله كم غرفه هناك هنا ايه هو اربعه وهنا هنا واحده بتاعت البنات هي هي زين ريحه ريحه الامارات شوفوا وين ما تصير ريحة الإمارات تزين كل مكان ريحة الإمارات يا الله يحفظكم نورة يا حقة انت اسمك ايه ام احمد الله يرحم والديك الحرمة من ايه ام هاني ام هاني ازيك ام هاني ما شاء الله يخليك مشكورة يا ام ام منو ام طارق نسيت ستور هذا؟ ايوه كل زين وكل فنان وكل غالي يا ربي عرس يا مطارق تليفونك؟ ما زين المكان يوم يجيك ما زين المكان يوم يجيك فيه البهو عود بهو عود وصالة بكل مفتوح على بعضه هذا يعني يكون مختصر سبحان الله حد عنده رمسة رأس ولا شياته حريم ليات روحهم رياي روحهم يعني لخصوصية شيء جميل يعني لا لا أكيد محظوظ فيك ولا أنت مال هذا لا وانت أنت مال واحد من شيء من الفنان بعد غير نمونا رضينا بالبلا والبلا ما أقول الحمد خلي يقول الحمد لله انت اكيد يقول الحمد لله ايه حب حب وينه هو ها بوس ايدك وش وقفة على ام طارق دي الله يخليك يا ام طارق ان شاء الله يبارك فيك الحمد لله
نتريح الاولاد ان شاء الله. المطالبه دي يبقى لازم الاونر ما يخشش في ما شاء الله. هذا ابو طارق رجل اعمال تبارك الرحمن وماسك عده فنادق وعنده خلفيه عن كل الدنيا ويا سعد الحين يسولف ويا الاخ علي زمن. شفت انزين فحين علي يا هذا يعطي هذا الرجال بس كذي يسولف وياه يتحرى عنها من الناس اللي يعني ما شاء الله علي ما تزعلش من كلمه على ده انا بقول عليا خاصه ايه فما شاء الله ما شاء الله عليك ها علي وخاصة تو يوم بيابك عن الطبخ الإيطالي الباستا ما شاء الله علي أيوة الله شرب كوكتيل ما ننساش أحلى حاجة بعد بحب أعملها اليخني أقولكم الله العظيم هي الفضايح يا ليت خبرتي تفهميني عن الأكل هذا شو بالضبط وشو مسمياته أولا سكالوب هذا اسكالوب معروف مسقعه هذه مسقعه مكرونه بشاميل بشاميل قولي لي طاجن بطاطس ايوه محشي كرنب محشي كرنب رز معمر رز معمر بحمام ايوه ورق عنب ايوه كباب حله زين رقاق وين الرقاق اهو الرقاق شو يعني هذا الرقاق يعني حين؟ الرقاق وهو فيه لحمه مفرومه مع الصدر ايوه الملوخيه اجدع ملوخيه يا سلام واسكالوب والبط جاي في الطريق والرز عشان الملوخيه ورز ما شاء الله وكشك كشك كشك ده لازم تعرفه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الكشك الكشك عباره عن ايه يا ام طارق ومرقه ودقيق ولبن ومرق مرق شو عاده مرقه فراخ او لحمه شوربه يعني ايه وهذا الحمام أيوة. اللي بالفريك ولا بالرز ولا بايه بالرز وهذا ورقه وهذا كله شغلكم انتم ان شاء الله تبارك الرحمن وهذا شو ده كباب حله كباب حله ما عديتي لا قلت والله اه هي انا نسيت من اشوف علي انسى كل شيء سلطه زبادي ترشي سلطة بلدي بارك الله فيكم كثر الله من خيركم وباقي البط عاد نحن ما صورناه البط من يوصل بنصوره راح راح طار البط صار ولا ايه وهذا البط يا سلام يا سلام على البط يا سلام يا سلام على البط مشكوره مشكوره يا ام طارق على هذا الشيء كله بارك الله فيكم ام طارق قاعد بدور لك على اي غلطه مش لاقي اي غلطه اتهمك فيها تبارك الرحمن كل زين وكل فنان ما فيش اي غلطه لحد الوقت تبارك الرحمن ام علي ام طارق بتكلمك ما بتردش لي يا علي مش فاضي انا ركز انا حرمه بطولها وعرضها يا ست جميل ما شاء الله والله جميل جدا ما شاء الله الحمام ده ام طارق نعم جزاك الله خير مشكور على هالشيء كله حين خبرينا عاد هذا شو حين كنافه بالمانجا اها كنافه بالقشطه بقلاوه بقلاوه حرف يو اي حرف يو بعد وهذا حين الكعك هذا شغلك انت اه ما شاء الله عليك يا طارق ما شاء الله عليك يا ربي يا طارق وين المكان حق الصراط هذا كل يا طارق والله انك غميضه في هذا الرجال والله انك غامضتني لك الجنة إن شاء الله يا مطارق لك الجنة يا رب آمين يا رب الله يخلف عليك بالخلف الصالح وين ساير أنت وين ساير هذا الله يحفظكم سعيد بن خالد زين ارفع راسك شوي لو سمحت أيوة هذا عاد المفاجأة اللي أنا بيودنها عنكم ما رضيتكم يا ولا صورنا أول بادي بسم الله الرحمن الرحيم موني في حب المصريين شوفوا كرمهم ما شاء الله هذا كرم أبوي المصريين الأصلي مش هاي قوم كشرة لا كرم المصريين اللي على أصوله يلا الله يبارك فيهم ويحفظهم يدبع الشر والبلاء عنهم كل شيء زين وكل غاوي وكلمة مرحبا وأهلة أهم عن كل شيء لكن يوم تلقط عائلة من المصريين اللي عايشين في الإمارات
وسايرين وجايين في الدولة عدرة، فشيء وايد حلو أنك أنت تشكر على الأقل الأصول اللي أنت قابلوك فيها وطريقة المقابلة وطريقة العناية وطريقة كل شيء. الناس كلها خير بركة يا غير حد من العرب يفرق، حد من العرب يفرق. أنت فين يا أم طارق؟ مشكورة يا أم طارق، وشكرا يا أبو طارق على حسن الضيافة، وشكرا على كل شيء، جزاكم الله خير. مشكورة يا أم طارق، مشكورة يا أم طارق على حسن الاستقبال، وشكرا على كل اللي سويتوه لنا. يعني الله يبارك فيك ويحفظ إن شاء الله رعاية هالمكان وتشوفونها إن شاء الله، يبارك لها في عمرها وفي ولدها. آمين يا رب العالمين، وتلحق إن شاء الله على ذريتها وفي رجل نسينا أهم واحد راجلها يا أبو، كان صعقت يوم سات يوم شفته. لا ما شاء الله عليه، الله يحفظه يا رب يحفظه. آمين. إيه حلو بعد البط يا الله يخليك، الله يخليك يا مطارق ويطول بعمرك ويدفع الشر والبلاء عنكم. مشكورين على حسن الاستقبال وحفاوة الاستقبال وحسن الكرم والطيب والأخلاق. لكن أروح آخر الدنيا وارجع أقول لك لك الجنة اللي مشاهدة هذا الحمد لله رب العالمين. مشكورة يا أم طارق، الله لا فرقكم إن شاء الله، تدافنون إن شاء الله لين توصلين أنت 200 سنة وهذاك 150. الله أنا 200 أنت 100 أنت 200 تحزنني، أنا ما أقدرش أعيش من غيرها. لا إله من أدك من أدك جزاكم الله خير. مشكورين على كل اللي سويتوه، كل شيء مميز عندكم، وبالأخص هاي ها فت المنقى والكنافة هاي اللي من غير، وهناك ها كان صحن هاك اللي عليه تيم لواي هالنمونة، حد من العرب عفانا الله ما شاء الله فرهدنا ولا هذا الكعك أبوي شيء حدث ولا حرج. يا سلام سلم، واللي فوق هذا وهذاك أخلاقكم الطيبة وحسن الاستقبال والكرم اللي حطونا فيه اللي ما شيء كثرة. يعني الله يبارك لكم ويبارك إن شاء الله حق راعية المكان. بعد راعية المكان لو ما بنتوا هني موجودين بعد عبارة ما بشيء يوم أنتم أحد. جزاكم الله. أي والله يعني الله يحفظها. ما لي نصيب. أي والله ما لي نصيب. تعرفين هالحكومة ها؟ الحكومة الله يحفظها الحكومة، راوني والحجرة اللي باتت فيها. أم يمعة شكرا يا أم طارق، بارك الله فيك، مشكورة وكرمك الله ما قصرتي. شكرا يا حق أبو طارق، شكرا الله يخليكم. مشكورين. مع السلامة يا أم طارق، سلمي على البنات. يلا السلام عليكم. ين الله يحفظكم الفندق، بنصلي بنتمسح بنصلي بنعمنا الله خير، بنصير سكويا وقلت لكم في الزمالك زي هذا أولا. وثانيا الله يحفظكم، نزلت إعلان حين عن الدوابة، توهم دوبين دوابة الجديدة، ما دوابة ما بعد العيد هاي توها حين بعدها اليوم تنزل، هالأسبوعين اللي طافا ما كان شيء دهنا، فالحمد لله حين دوبوا ودقوا لي تليفون قالوا أبوي، قالوا البيت يعني قالوا لي ترى دوبنا صبينا الدهن في شيء في دباب وشيء في غراش، فحطينا العنوان للي يبي يطلب، ما ابغى اللي يبي يطلب على الواتساب وبيجي لين مكانه كالعاده. سوى ابوي الدهنه وذهب ابوي الابزار، والابزار يعني الله يحفظكم اول بادي منسوف ومغسول وميبس ومحموس ومطحون ومقرطس ومازون. يا سلام قصيدة زينة. يلا في مال الله بصور لكم من سكوية من أسير سكوية في الزمالك، بصور سكوية عبارة عن مجمع مطاعم
وكوفي وقهوة ولا شيء. جميل يعني من أحسن الأماكن. وبصعوبة الحجز أصعب مكان هو هذا سكويا للحجز. إيه رأيك علي؟ إكسبريسو حلو؟ آه بس ممكن أحط له سكر. لا 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 كده. ده مر علقة. لا 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 ده كل لما بشرب شفطة بيزيد المرارة. ده عشان صحي بقى صحي خلال. ده صحي صحي. يلا بعد الشيشة تبقى صحية أكتر أكتر. إيه رأيك؟ يجنن عسل. الباب فين؟ احنا الله يحفظكم في ضيافة عيال طيب محل شراته. لكن قايل يا ابو محمد انا ما اريد اظهر في السوشيال ميديا. قلنا على ان شاء الله وبالك طيب. شو رايك مش احسن؟ زي ما بحبش السوشيال ميديا. قال الله يحفظكم اسمه ابو دياب يا غير ابو. قال لا اريد حد يعرف لا اسمي ولا علمي ولا خبري. وقلنا له مشكور. سري للغاية. قلنا ان شاء الله وهي والله توكل على الله. الحين هو عازمنا على وين؟ على سكويا ان شاء الله. ايه رايك علي؟ شيشه يا راجل يا شيشه. اللي يميز اقول لكم اللوبي مال الفور سيزن. اللوبي ماله لوبيه مميز طيغه ما تتخيلونها. ويا لست تاخذ العقل. وايد وايد فنان وحلوه وشرح المكان والناس اللي يوم فيه كلهم فنانين ما عدا هذا. هذا مدخل عاد الفندق من هناك. متي العرب ها وجه وسيايرهم. يلا اي هذا يلا يحفظكم عاد الزمالك. الزمالك ام القصور الكبيره. هاي الزمالك مرتع البشوات ومطرح مطارح الملوك مصر والامراء والناس الفنانين الأبهة كلهم. لكن الحين عاد ما يبين من الأبهة غير الظلام. الحين ظلمي ظلمي ولا في خاطري أرويكم قصور تشيب الرضيع من زينها. لكن شو نسوي؟ شو نسوي؟ ظلام. منور يا حق علي. الظلام برضو. منور منور يا حق علي. النور جه. هاي محسن عامل ايه؟ ابو محمد تمام الحمد لله. نورك خلاص بقى ماشي. اقول لكم احنا نمشي خطفنا جدا بيت السفير السعودي. بغيت التليفون يشتغل بغيت يصور علق السناب. وسيائر ورانا والسيائر والشارع وين وي ما نروح نرد له مره ثانيه. كان في خاطري اصور لكم بيت السفير السعودي لو من خاري. هذا بيت السفير السعودي عاد من عجائب الدنيا السبع من أقدم القصور وأجملها وأشيكها ولا يقدر بثمن. ما له قيمة من كثر ما هو موقعه غالي وبنيانه أغلى. وفراشة عاد حدث ولا حرج. وناهيك عن اللوحات وناهيك عن العلم والخبر والفراش والديكور. يا سلام سلم. كان في خاطري أصور لكم ما رمت سيارة طاد تلفون علق تلفون علق. هذا نحن اللي جايين الحين. وين سكويا؟ هذا ممكن سكويا. هذا سكويا. هذا المدخل اللي تونا دخلنا منه. اول ما تدخل هيك عاد هذا مطعم عبد منغير. لا طول طول ارض ارض ويك هالممر سيد. بعد هذا على يمين ويسار قدام شيء مطعم. واخر شيء هذاك اللي عيبني هناك مرة بشاهد البحر مرة تحت. هب البحر هم يسمونه البحر اللي هو النيل. الحين وصلنا على المكان اللي خبرتكم عنه اللي الحين معزوبين فيه اللي عازمين الرجال فيه. يعني هذا هذاك المدخل وين دخلنا الحين. هاي هي اخر يلسة هذه هي مرة منها والبحر. مكان في منتهى الروعة قمة. وهذا فندق الفيرمونت اللي في الدور. ها شفتوا بين الابراج هالاثنين شي فوق غرفة عريضة من زجاج. هاي شقة وحدة من اجمل شقق اللي موجودة في مصر.
هب شقة هي عبارة قصر لكن في الدور 25 أو 30. هذا من رجل الأعمال المصري سويرس، هو يملك الأبراج هاي كلها مأجرنها على شركة فيرمونت الفنادق اللي تشوفون، والدور هذا اللي فوق كامل هذا سكنه الخاص. شيء جميل اللي ساروا المكان يصيحون الله يرحم يا حق علي، الله يرحم من بعد قهوة وزة سكوية طول عمر سكوية وزة. خلصنا ابو ايميل يلسى، ادفع الله الشر والبلع عنك يا ابو ذياب على هالسهرة الفنانة في هالمكان الراقي اللي مستحيل حد يقدر يحصل فيه حجز الا بضرابه اصلا. على فكرة العام بعد جيته بعد معزوم، عام الاول جيته بعد معزوم، انا وين حياتي كلها عزموني عن ابوه. وصلنا ابوي هذا المطعم على اساس ان ابوي يلسى وقهوة وعشاء، ابوي ما رمنا نشرب غير قهوة، والشباب ابوي بعد الشباب عندكم قرب الله تاك قرب الله تاك الشباب الجماعة كلهم ابوي شيت قهوة، لكن اكل ما حد رام ياكل ولا نتنفس زين. الحين المشكلة نسخ ما فراي من نتنسخ من شو ظنكم؟ من ايه علي؟ من بط وحمام، وانا كنت داخل على الحمامة الثانية. هي والله استعيبت منه، هم سويني يميع الحمام ونش والله يا بوك اني مرضتها من قدامه، قلت له استخيل على وجهك مسوي مليون نوع اكل يعني من كل نوع اكل كل شيء بسيط يبى ياكل من كل شيء اهب مزرعة بطنه. ايوه ليه؟ ايوه عشان اشبع. مش حكاية تشبع علي، لازم تتلذذ بالاكل تتطعم من كل شيء. الله عليكم هالبيت، وما اقول لكم خطف على هالبلاد عز، ما خطف على حد. اظني عاد الحين مسويها مكتبه كان اتوقع بدخل اساس هي العنب بعد صورتها. هي والله ما شو ما زين دخلت عادي يدي انا بين الشرباك مال الحديد هذا مال الباب، زغت وانا مدخل يدي لكون كلبي حدر العشيات ينهشني، لكن الله استر. لا يعني تخيل مدخل يديتي ويقرم يديه سمونه شيء ولا شياته، اوه شو بيظهر زايق انا اكثر على التليفون. هذا الاغلبيه كلها سفارات وبيوت سفراء، هاي سفارتها العمان، السفاره العمانيه. شيء جميل يا اخي. هذا البيت عاد مال السفير السعودي ولا السفاره؟ لا بيت السفير السعودي. يقولون عفوان الله، هي والله السعر غالي. يقولون حتى لسان ارتضف يقول لك احلى بيت. نعم بادي اصور، قال لي ابوي ممنوع تصور محمد، ابوي بيوت كلها سفارات وكل شيء ممنوع انك التصوير فيها غصبا عني. يابا ما ابا ولا كفي خاطري اصور لكم. اي والله شيء جميل، شيء جميل. صورنا احنا شنو شو اصور فيك؟ الله يسلمك يا علي، تحفه. شوف هذا، هي والله تحفه. سفاره العراق، هي والله جايين نمشي من اخر الدنيا هنا. ثلاثة شاي تقيل مش على كيفك، ثلاثة شاي تقيل سكر زيادة. هو أخفف من التقيل؟ لا خليه أتقل. أنت تقول لأ لا الرجل على مزاجي. ما ليه هو ما قلتلوش؟ لا دين قلتلي وأنا يخفى القمر. يا ربي ما زين الجو، الجو يجنن يعني. البلكونه دي تجنن، اكبر من البلكونه. تعزها اني من الشيء هذا الزحمه، مكان ياخذ العقل والله. مره عالي النيل وها النمونه. ذاك وين ابوي الفيرمونت اللي توني صورت لكم اياه من بعيد؟ هناك شو الليت هذاك وين؟ هناك وين كنا قبل شويه موجودين. شين ابوي الزمارك هاي كلها وين؟ ما لحقون ما لحقوني، قالوا انت تصور مكان سفارات ممنوع. لا 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 حشرت مالها اول من تالي. قلت خلاص ابوي انا ما اعرف، الحين عرفت خلاص. مره ثانيه ما تصورت ناحيه السفارات ولا دخلت في الموضوع. قلنا ان شاء الله شو؟ انا دخلت في الموضوع قلت لهم الراجل ده ما بيسمعش الكلام وبيصور غصب عنه. خدوره يا حلمي. واحب نسير ابوي ننزل لين الطرف هذا، بنمشي لين فندقنا. ذاك وين فندق؟ هذاك فندقنا. شوفوا وين؟ وين؟ ابليس مضيع عياله. اخر الدنيا.
لكن عقب العشاء وعقب ابوي هذا كله يبالنا مشي. امس مشينا 4 ساعات واليوم ان شاء الله بنمشي تقريبا 3 ولا ساعتين ونص. هذا الله يحفظكم فندق الماريت. فندق الماريت ولا غرفة في فاضي، ها كل فنادق يا مصر فلين عينها. يا الله يا رب، يا الله يا رب ترزقهم من حيث لا يعلمون. وين آمين؟ آمين. أحسن؟ أقول له كفر أطوع أنت دي فين؟ ليه ما الكرسي علي؟ بطة عامل شغل عالي أوي اللي كل شوية أحسن بس جميل حلو يسلم يديه صراحة يعني معدني على الحرفة عشان أبي حزة بطة عمل شغل جميل. اي والله طبخه ما شاء الله. بيرفرف ام مين؟ ام طارق ما شاء الله طبخه مطارق. اي والله شيء لا صار ولا استوى. ما اكلتش كثير انت يا محسن؟ الحمد لله شبع الحمد لله انا اكلت زي الفل. الله بيقولوا لي لما حلق محسن باوشه زي مرفت امين. والله يا علي اكثر عن رساله قد كذا. ها بقولك امين ابوها مش مقبل لا قالوا لي بيرفت امين معلش انا ما سمعت الصح قالوا لي ابو بيرفت صح في اي حق علي عبد العمالك شكلين عبد العمالك يا سلام يا سلام ايوه اللي هو اتقل حاجه اتقل حاجه الله يسلمك حالك تسمع الكلام ما شاء الله طبعا قلت لي بقى فين الدليل قول له دول برضه دكتور قال بس دي اتقل حاجه الله يخليها لا يبقى دي خليها كده يا سلام خدها هو اوكي خلاص انت صح يبقى هو خلي حاسبك ها بطلك وقت علشان الحساب لا طبعا هيا نقول لك شاي كشري حبر هذا الشاي كشري حبر والتغيير بلا فنان يعيبني انا يعيبني انا روحي يعيبني يعيبني واستانس واحس بمتعه ليش لا ما شيء شرات ابوي المتعه راحتي وقرة عيني خير لي باللبس الحريري ايه جملة ايه ثاني كده راحتي وقرة عيني خير لي من لبس الحريري يا سلام يا سلام يا سلام قهوة شربناها بسكويت مش شايف نشربه هنا والله ايه والله شفت الفرق شوف الفرق من سكويا لين الرصيف وجمالها الله يا صل سينيه صينيه دي يعني شو صينيه يعني ماركه معلم حبشتكه كان بيشرب فيها الشاي من اسمه ايه معلم حبشتكه جزار لي عشان اشرب قهوه من الشاي انا قادر اشيل البطن عشان اشيل كمان شاي لا شرب الشاي ولا فيها هضبة حينا مشتاق له قوي علي علي وايدين يقولوا لي ليش انت تتحكم فيهم في الاكل والشرب ليش يا ليش ما تخليهم يشربون على هواهم الحمد لله وهم خمس ايام انت مالك المهم 5 ايام اكل زين ناس زين كل حاجه حلوه قعدتنا حاجه جميله ليه ما نستحملكش 5 ايام بس يا ريت تسيبوش على يعني 5 ايام مش كده 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 مش طايق اقعد لما يجي يخلصوا تقول عايز اقعد تاني الحمد لله لا انت راجل طيب يا علي الله يطيب لك كل حاجه وانا يعني شيء انت الشر بعينه انا زعيم والله يعني ما فيكم واحد انه
حكينا بارك الله فيكم ام عالي هذاك الكبري هناك بتونا كنا ياسين نشرب الشاي هناك فوق قرب الماريت يين دلي 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 نزلنا في هذا الطريق كله وهذاك الكراد الطرف هذاك والفيرمنت وحين بنمشي هذا طريقنا شو اسم المبنى هذا علي؟ الخارجية أو وزارة الخارجية وهذا مبنى الإذاعة والتلفزيون ويقول علي عادة الله أعلم بتجربة مصدقة نزيل نمشي سيد هذا كله تشوفون الريتز كارلتون هيلتون النيل الأول وعقبه أبو سمي رميس وعقبه فندقنا نحن هذاك اللي تشوفونه اللي واري مره فوق شارات العمايل هذاك ابوي فندق سميراميد وعقبه تقريبا 2 كيلو فندقنا نحن هذا كله بنمشي مشي ان شاء الله وناس والجو في منتهى الروعه تعال يقول لي لو هنا يستغلوا الحته اللي تحت دي يعملوها مطاعم وحاجات اللي تحت هنا اكيد اكيد حي هذا على فكره على فكره هذا كرنيش كله جديد هذا الكرنيش اللي تشوفونه كل جديد هذا كله في عهد في عهد في, في عهد السيسي هذا كله في عهد السيسي استوى هاي النظافة اللي تشوفونها الكرنيش الغاوي وهذا الدنيا كلها رخام وكلها جرانيت ما عليه شوية كشرة عنثر العيد ملايين عميات الملايين اللي وادب كان بينظفون زين منهم بعد هذا أبوي كله توي جديد هاي الدنيا اللي تشوفونها كلها هاي اللي تشوف مريود كلها جديد هاي الدنيا الرخام والدنيا واللي صالج هذا كله شيء جديد لعل الله يحفظ ان شاء الله من مساعدهم وشارك في تنميه هالبلاد وقفوا اقتصادهم لعل الله يرحم من يرحمهم الله يرحم من يرحم هالبلاد الله يغفر الوالدين كل من يرحم هالبلاد واللي ساهم في رفع اقتصادها لعل الله يغفر له والوالدين نعم بلاد تستاهل وهلها ناس مسلمين خايفين من الله كل بلاد فيها الزين والشين ولو يخولي يتخربت رب العالمين مسوي جنة ونار شل أجله لجل الخوب ولجل الخراب والدنيا مطرجة شو تخرطون على بعض شو تقولون بيسألني على المبنى بتاع يا سلام بعد تسأله لين اليوم تسأله قلت ما تعرف جامعة أمريكية هذه هي معنى الفرحة عندهم المصريين يوم يركبون ابوي في هالبانوس يجيب عيال وبنات يوم العيد ولا ثاني العيد ولا ثالث العيد وركبهم وركبوا خذولهم لفه في النيل بكبره كامل ميمعين هالبيزه ورا البيزه حول كامل لاجل هاليوم يجمع عيال وتلمهم كلهم ركب ابوي في هالبانوس وخذبهم لفه إلا بيض وصبيط وقبنا بيض صبيط وقبنا بيض صبيط وقبنا ها على اللي تشوفونه ساير ياي ويوم بيض طورها هذا الكوز ذرة ناس يصنعون الفرح لعمارهم في وقت زحمة يبسطون عمارهم يبسطون عيالهم شيء قليل قليل الله يا رب لا تغير عليهم إلا إلى الأحسن كل شيء يوزن خذوا نص ساعة كشتها وردوا الحمد لله عليه لين الحول أو مناسبة ثانية مولد سيدة زينب أو مولد البدوي أو مولد الحسين أو ما أدري شو أو ما أدري شو أو عيد النسيم وشم الفسيخ وما أدري شو بقولكم أمور كلهم طقوس يصيرون يستانسون يردون حاشمين عمارهم هم وعيالهم ببساطة الأناس اللي هم يستانسونها يعني سعادة عندهم شوفونها سعادة مالها أول من تالي لعل الله يفرحهم اليوم ودومهم وكل مسلمين لله يا رب العالمين ما تشوفون شوف الأمم شوف الأمم بالله عليكم يتجمعون كلهم العائلة بعائلته كل بانوش من هالبوانيت شيء يمكن 70-100 آدمي كل عائلة فيها 5 تنفار 7 تنفار يوم يدفعون كم بهانس كلهم من ذل ويتجمعون يركبون فيها اللي يشوفونه ياخذون لفه ولا شبه لفه ساعه ولا ساعتين يرقصون ويغنون وينبسطون ويردون يعني بطريقه ما تتخيلونها شيء بسيط